أول شيء فكر بآخرتك، عقلك شغله في المجال اللي أنت تضمن بأنه نعم ستكون قريبا من الله، تكون سعيدا في الآخرة، تطمئن بأنك عملت بالشكل اللي إن شاء الله رضيت رب العالمين. إذن الصفة الأولى، أكثر الناس في نار جهنم لهم قلوب لا يفقهون بها، هذا واحد. ثانيا لهم أعين لا يبصرون بها، بعينه كل شيء يشوف، كل شيء يشوف بها إلا الحق. ولهم آذان لا يسمعون بها، إذا يسمع الغيبة ويسمع الكذب ويسمع الكلام البذيء، كل شيء يسمع فيها، ولكن يقعد في المجلس عادي، القارئ يقرأ القرآن مولانا ما يخلي إذانه ويا القرآن. مرة من المرات القارئ يقرأ القرآن جنابك قاعد، كل ساعة يجي واحد يتكلم معك، شو تسوي بعد؟ غصبا عليك. ولكن يجب أن نتأدب، بالخصوص القرآن الكريم، لما المقرئ يقرأ القرآن الكريم الإنسان لازم يخلي باله مع القرآن. الكلمة الطيبة لما نسمعها خلي نحفظها. رواية النبي، رواية أهل البيت، لهم آذان لا يسمعون بها، هذا اللي يسمع الرواية ويطنش فيها، يسمع الآية ويطنش فيها، يسمع الكلمة الطيبة ويطنش فيها. الله يقول أولئك كالأنعام بل هم أضل، ما قبل يساوي بين هؤلاء الذين عطلوا العقل والعين والأذن، ما قبل يساويهم مع الحيوان. قال كل، الكاف للتشبيه في اللغة، قال كل أنعام، بعدين قال بل هم أضل، وبين السبب ليش هذول أضل من الحيوانات، ليش يا رب العالمين؟ الله يقول أولئك هم الغافلون، الغفلة خلت هذول يوصلون إلى هذا المستوى الداني. نستجير بالله.